السلام عليكم الغزاله ديالي والحباب ديالي، كنقول لكم فيديو جديد ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه وسلامه. اليوم الحباب ديتكم لعالم الدنافين، عالم اللي ضروري خصكم تشوفوا هذا السبيكتاكل، كيفاش كيتعامل هاد الدنافين مع مولاه وكيفاش كيكون حنين معاه وكيفاش كيسمع ليه. فصحر تجربه اكثر من رائعه. وكما نبداو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خليكم معنا اخر فيديو، ما تنسوناش الشباب من اللايك والاشتراك والبارطاج. وهذه البيصه اللي خديتها لنا، فخليكم معنا وما تنسوناش من لايك 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 لايك. بونجور. سبحان الله، شو هذا الصوت كيدير؟ بحال كيضحك معاهم. شو 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 صور هذا. هنا مزيان. كيلعب دابا وكيعطي التحيه لي زونفون. يا تفرجي زول كنفرج ماما. عيدو له السبيكتاكل دابا شي شويه. قلبوا الكاميرا. وانا اليوم لابسه لكم الصفر. شوفي جوج كي داير. خاصكم تغوتوا ملي يقول لكم اهي. هنا الغزالات ديالي كما كتشوفوا قبل ما كيبدا لي سبيكتاكل ضروري كيديروا هاد الكوميديا اللي جو بونس انجليزي، كيدير واحد سبيكتاكل تاهو ديال الضحك اللي زوين بزاف. وانت كنخليكم معايا باش تفرجوا عليه وتشوفوه. وفي الاول كان كيشوف شكون زعما الفريق اللي فرحان بزاف، يعني الى جمهور الاول والثاني والثالث كان فرحان بزاف. داك الجمهور ديما كيعمر الناس كيجيو اللي كيجيو معقلين كيدخلوا. علاش جات من بركوش هنا غيستردونا؟ عرفتي شنو من بركوش؟
بينا دابا. صفقوا باش يديرها. كيصفقوا معاكم كيصفقوا شوفوا كيصفقوا شوفوا.
هنا كما كتشوفوا الصراحة بالأشياء اللي كيتيستيو على أن الإنسان واش كيقدر يديرها، فهو الدوفان سبحان الله تعالى أي حاجة كيقدر يديرها وكيكون سبحان الله كيستجب المدرب ديالو أو لا. صراحة فغيمون كنقول لك من الحيوانات اللي كطيع السيد ديالها وكتكون وفية ليه، وزعما الصراحة هذاك الشيء اللي كنشوفوا في الأفلام وهو كنشوفوا دابا مباشرة. الصراحة واحد السبيكتاكل اللي أكثر من رائع. شوفوا شوفوا يعني بحركات بعيني بكفة مباشرة كيفاش كانت تحمل، والله البنات اللي كيقشعر لك الجسم ديالك. Oh.
هنا شو سبحان الله كيفاش كيسمعوا كيفاش كيكونوا مطيعين. شوفوا هنا مع المدرب غيهزوا باش يمشي توشيو الكره البالون فوق هذه الشوشوش. سبحانك يا جليل والله زعما من كيقولوا الحوت انه كيكون مطيع اكثر من الحيوانات كامله المولاه. شوشوشو صراحه قال كان واحد السبيتاكل اللي قلت لكم زوين وبغيت نبارطاجي معكم، وكان لاي واحد زارت مدينه اكادير ضروري تشوف هذا السبيتاكل. كانت واحد هذا زوينه زوينه بزاف، ومازال غتشوفوا شي حوايج اللي انا صراحه كما قلت لكم عجبوني بزاف. كيف غادي تهلا فيهم في الحوش؟ هنا عطاهم لي بالون كما كتشوفوا وغيبدا غادي الحوت وهو كيبحال كيدريب لي في كره وهو غادي وكيعطي واحد الصوت اللي زوين، ولكن كانت الموسيقى ديال المغني كيغني فعلى حقوق طبعا نشر فقطعت الصوت. صراحه كما كتشوفوا دابا بحال كيدريب لي بكره كما كنقولوا شي جوور كيلعب او ميم طون كيدريب لي في كره بحال ان باسكيت، وهو غادي غيمشي بواحد بواحد ما كيديرش ليهم. هنا غادي يلعبوا مع مولاهم، هنا ضروري كيطلعوا باش كيتنفسوا وميم طون كيرجعوا للماء، يعني ماشي كيبقاو طول الطون في الماء. وهنا ما كيعاودوش يعطيوهم السبيكتاكل كامل بالنسبه للي غيسولوني، يعني بحال كيسارحوهم كيديروا معاهم هكا السبيكتاكل وميم طون كيجيبوا داك الكوميديان باش هكا بحال كنقولوا كيسارحوا. وهنا كيبقى يلعبوا معاه كما كتشوفوا، وميم طون غادي تشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن حيوان كما قلت لك مطيع كيسمع كيدير بزاف د الحوايج اللي مازال غتشوفوهم. سبحان الله كيحس بالانسان ملي كيدخل كيبكي اذا كان مولاه قالك تعبان بزاف الاشياء. فهو اكثر قلت لكم حيوان وفي هو الدفاعي هو الدنافين او الدفاع. شاش كيديروا بالديل ديالهم انهم فرحانين ما كنبغيوكم غادي نسالوا الفرصه باش تعرفوا عليهم اكثر. ما يدخلوا فينا يقولوا كتسميتو بياتو تعرفوا Merci.
اكسيبسيونيل. برافو. وي La danse. La danse. والله سبيت نقول اش ما سمعتيش اش قالت نشوفوا لي كولار اللي غادي يستعملوا هذو لي ديساندا شوفوا لي كم كبير شجولك فاش كيرسم كي كدير قبعه كترسم تايا ماريا Regarde. Regarde. Oh, mais les gars sont un tableau.
الصالون ديالك، حاول تسكر الصوت دابا. لي دو
لا وصفيني ما كان اكسبكت واع شوفوا دابا خرجنا هذا وقت قدام ديال دوفان. الصراحه كانت واحد كما قلت لكم زوين بزاف. الناس ديال اللي مقابلينه كبار البنات ولكن داك الشيء زوين كان وقت تاكل. اهلا الحباب كنقول لكم ما سخيتش بكم وغنتلاقاو ان شاء الله في فلوقات اخرين وشهيوات اخرين مع الدخول المدرسي. كما قلت لكم حبايبي ما تنساوش اللايك والاشتراك وبارطاج. وكانت تجربه اللي رائعه ديال الدوفان. احبكم في الله والاتمنه خليتها لكم افيشي في الاول ديال الفيديو.